خوتي المغاربه وهذه راه اختكم ملي جات اختنا. حنا ما خونا حد، حنا خواتاتنا اللي ما نكروش مرو ما عقلناش اليوم غنعقلوا على وحده فسيقه. من بعد انتشار فيديوهات روتيني اليومي والمعاطي على السوشيال ميديا، اختار بعض المشاهير نشر غسيلهم على المباشر لخلق البوز وجني ارباح الادسنس والدولارات، ويمكن يوصل حتى لادعاء الارتباط والزواج او الانفصال والطلاق. بصح انا وحكي ما بقيناش مع بعض يا ياسمين وعائلتها. حتى علاقة الصداقة بالمشاهير وصلتها عدوى الفضائح والشتائم والاتهامات المتبادلة، والهدف تحريك عدد المشاهدات وجذب مشاعر المتابعين كسلاح لرد الاعتبار والانتقام، متجاهلين بهذا صورة المغرب والمغاربة. عقلوا يا المغاربة، دابا تخرج لمراكشية وبنات هاتا هما بالذهوبة من هنا لهنا ويفشروا عليكم ويبانوا عليكم ويبقاو يتعايروا تا هما معاكم. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.